لقاطي في تفتيش قوي وقبضاي بيسمح لقاطي جرت حملي لتكسير اقفال ممتلكات خاصة عن غير طريق الضابطة العدلية؟ بتسمح لقاضي تنتقل من منطقة لمنطقة مخالفة الصلاحية المكانية؟ بتسمح لقاضي تقوم تعمل تصريحات وبتاخد مواقف مثل محاكم التفتيش؟ لو كان مش قبل الدافع كرمال النظافة، لو قبل الدافع عن سيد المسيح والرسول الأكرم، أعوذ بالله، هذا له بالعقباء، ما هذا دمر القضاء، قاتل وقاتل.